عليكم السلام ورحمة الله. اشرح لنا شنو واقع. أحمد طالب رئيس جمعية السعادة والأخت كتكون حدانا، وجيت باش نساندهم في هذا الموضوع هذا. الأرض ديالهم جاو عي باش يجيبوا دويرة من هنايا حتى لقاو الأرض مطراسية. قال لك شنو هذا الشيء؟ قال لك هاد لاسيت هادي غادي تدوز الطريق باش تقابلها مع لاسيت الأخرى. دابا بيناتهم الأرض ديالهم هادو هما اللي مانعينهم دابا، وهاد الطريق اللي غادوز ما استشروا معاهم، ما طلبوا منهم، ما كاينش شكون اللي فوض ليهم باش يدوزوا هاد الطريق. دابا التساؤل اللي مطروح هو شكون اللي فوض لهاد الناس باش يدوزوا الطريق؟ وهادو ملاك، هادو الملاك هما اللي كيشكيو بالضرر ديالهم، وهادو هما اللي هاد الباطيمات، وعندهم باطيمات اخرين من هنا، ولكن هاد الدوار كاين في وسط منهم ارض ديالهم، بغاو يعرفوا شكون اللي عطاهم لوتوريزاسيون باش دوز هاد الطريق. الا كانت ايادي خفيه صحيحه كما كنقولوا في البلاد اللي مغوفله على هاد الشيء هذا وكدير اللي بغات، والا كان شي حد اللي ضاغط عليهم باش يديو لهاد الناس لان ما كيهضروش يديو لهم رزقهم، بغينا الناس اللي وقفوا مع هاد الناس هادو الله يجازيكم بخير باش يساندوهم ويوريهم حقهم فين كاين، لان هاد الشيء هذا راه كيتسمى ظلم، وعندهم شلة حوايج اللي هما محتاجين اصلا، وهاد التراب هذا كانوا ميكين عليه حتى دازوا لقاو تراساج ديال العمارات مع العمارات دايز تراساج ديال الشانطي وواحد القادوس، والتفاصيل غادي تاخذوها من عند الاخوان اصحاب الاذاعه باش يصوروا لكم هذاك الشيء ان شاء الله. دابا اللي كنطالبوا منكم اعطيونا عير الحلول الله يجازيكم بخير، ولا كان شي حد اللي كيعرف للقانون يتواصل معنا باش نقادوا مع لاسياسيون باش نحاولوا نقضوا هاد العائلات هادو ما يضيعوش حقهم. والسلام عليكم ورحمه سيدنا. الله وبركاته. عاش سيدنا. بسم الله. تفضلي اختي، هذه راه من الورثه. تفضلي. عاش الملك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يسر سيدنا. انا وجه عندكم شي واحد هنا، انتم مكملاتين وكورثه، وجه عندكم شي واحد هنا باش انه يتشاور معكم ولا يتفاوض معكم على قبل الارض ديالكم. لا ما جاش عندنا، وانا اللي مشيت عنده باش نتشاور معاه انا، رغم انه هو باش من حق كيدوز لي الطريق ولا هذا في ارضي. بغيت نعرف. مشيت عنده، مشيت عنده للبيرو ديالهم، مشيت عنده من البيرو ديالهم، رغم انهم هما اللي كان عندهم خاصهم يجيو لعندي ويعني ويطرحوا يعني نشوفوا الحلول، ولا نشوفوا الا كان شي قانون في البلاد. راه القانون كاين، ما غاديش كيسمحش لاي واحد يدوز لي الطريق بلا ما يتشاور معايا وبلا ما يجي يحط معايا نقاط على الحروف. مشيت عندهم انا، مشيت عندهم يعني برجلي حتى تما جوج مرات شي دف، وانا كنمشي لعندهم تما للبيرو، ما كنلقاش كنلقى المسؤول ولا يعني اللي كيوصل ليهم المعلومه. المره الاولى مشيت قال لي غنهضر معاه، خليت له قلت له عيط ليا يهضر معايا نشوف نعرف كيفاش الطريق، كيفاش قضية الطريق وكيفاش القادوس، بغيت نعرف. المرة الثانية مشيت لعندو قال لي انا اختي تنهضر معاه تيقول لي مسطرة بيع ما بيع، بغيت نعرف اش من مسطرة واش من بيع. انتم بايعين؟ ما بايعين حتى شي حاجة، حنا عندنا وثائق رسمية. إلا كان شي واحد، حتى واحد ما يقدرش يبيع ليه شياع، لأن حنا شياع بلاتي، وإلا كان شي واحد غيبيع ليه شياع راه ما حقوش. حنا باقي مقاسمين ما حتى شي حاجة، كلشي هنا شياع ولا حتى شياع، وخا يجي يقول لي أنا عندي من هاد الجهة، حنا كلشي ولا حتى هنا مجموعين. نعم. دابا مني قال لي هكاك جيت لقيتهم تيعبروا هنا تيتراسيو في الطريق، تيديروا في قادوس تيتراسيو في الطريق. هضرت معاه السلام السلام، قلت ليه اشنو اللي بغيت نعرف كاين شي مشكل هنا. قال لي بغي ندوزو القادوس. قلت له القادوس راه هو اللي كيدوز ليها، ولكن هاد التراساج وهاد الشيء ماشي ديال القادوس ديال الطريق. دابا حتى هاد القادوس هذا دايز، هذاك هاد القادوس حتى هو دايز، هاد القادوس كان فيه تلاعبات من المسؤول الاول، المسؤول اللي كان الاول راه كان واحد الفيديو متداول ديال السيد الوسيط اللي كان تبع الروكار، كان يقولوا لنا دي الدوله وكذا، وكنقولوا ما كاين مشكل الدوله وصالح العام وواد الحار، ولكن كيكون ولكن راه كيكون تعويض او لا شي حاجه. قالوا لنا هذا غمقوا علينا بهذه القضيه، هذا قلنا ما كاين مشكل. في الاخر كنكتشفوا ان فيديو انتشر متداول ديال الوسيط ديال المسؤول الاول السيد القائد الاول، يعني بكل صراحه اللي كان قبل كيقول لك بان هذا الروكار في الفيديو متداول، كيقول لك بان هذا الروكار تباع ب 40 مليون كذا الى اخره، التفاصيل كلها بقى ما شدينا ما شنا. فين تباع هذا؟ هذا تباع المسؤول، هو اللي كان المسؤول، هو اللي دخل في هذا الشيء. هذا السيد القائد يخرج يشرح للناس، السيد القائد الاول
لا ملي كان قبل اللي الفيديو اللي متداول راه كاين على الوسيط، راه كان الفيديو خرج، راه كلشي عارف هذا الفيديو هذا. حنا بغينا نعرفوا، قلنا القادوز كيقولوا لنا راه الدوله المصلحه العامه هذه سكتنا. دابا ملي كنجي نهضر معاه كنقول ليه كدوز الطريق، جيت نهضر معاه قال لي انا ما كندوش الطريق، انا كندير القادوز. قلت له التراساج ديال الطريق ماشي قادوز، يعني التراساج باين طريق كتدي وكتجيب. قال لي سيري شوفي مع السيد المسؤول. ما كاينش هذا هذا هادو هادو الناس ديال اليونس. قال لك شوفي مع المسؤول، شكون هذا المسؤول ديال من؟ المسؤول ديال هذا المشروع. المسؤول على المنطقة. المسؤول على المنطقة ما غاديش المسؤولين، أنا كنعرف المسؤولين جزاهم الله خير نزيهين، أنا كنعرفهم كلهم، هاد المسؤولين الجداد الله يجازيهم بخير كلهم نزيهين، أنا شفتهم ودخلت عندهم كلهم نزيهين، كلهم فيهم المعقول، حتى شي واحد فيهم ما يقدر يحيد الواحد الأرض ديالو يعطيها لواحد آخر يدوز فيها الطريق، لأنني ديجا دخلت عندهم أنا وشفتهم كيفاش كيتعاملوا، يعني الصراحة الله يعمر لهم الدار. هي كاين بعض التلاعبات في بالنسبة لشي وحدين هذا، هادو الناس مسؤولين يلاه جاو جداد، كنتمنى راه غاديين يخدموا ويكشفوا كلشي هادشي الحقائق، أما هادو مسؤولين ما شفتش فيهم شي حاجة اللي نقول لك تكدينهم. وراثة واش كتلاقاو على هادشي؟ لا 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 عاش سيدنا. بالنسبة للوراثة أنتم كوراثة واش يعني ما يمكنش غادي يكون شي واحد زعما فيهم اللي هو اللي كيدير هذا الخواض هذا مثلا؟ ما كنقولها بمثال، حنا لا نجري احنا ما هذا غير مجرد سؤال كيطرحوه حتى احنا ما نقدروش. الورثه هو اللي عاطيهم هذه الصلاحيه على انهم يديروا هذا الشيء. ايه لانه مثلا هو يا مع شيع يعني حتى هو وارث، ولكن هذا الشيء هذا كيكون يعني كيكون بموافقه الورثه. ما عندكمش نزاع على الارض؟ ما عندنا لا نزاع لا حتى شي حاجه، احنا ورثه بزاف، حنايا احنا حفاده، احنا انا يلاه انا بنت ابن ابنات الحافيد، يعني ابنات الحافيد، يعني هاد الارض هذه ديال جد جدي، يعني الجد الاكبر اللي عنده تقريبا هنا واحد اكثر من 300 سنه في مشيخه، كان شيخ قبيله زناته، كانوا البرارك. الارض ديالكم؟ اه. دابا من بعد ما حيدوا البرارك شنو هي الاجراءات اللي درتوا على باش تسترجعوا هذه الارض وباش انتم اللي غتستغلوا الارض؟ ما درتوا شي اجراء؟ ما درنا حتى شي اجراءات، هاد البرارك هادو كانوا حاطين من قديم الزمن ايام الجدود، ماشي احنا اللي حطيناهم، ماشي احنا اللي حطيناهم، ما نقدروش نعرفوا شكون اللي حطهم، ما نقدرش نقول لك المخزن ولا غير المخزن، ما نقدرش نقول هذا الشيء، لان هادو البرارك من ايام وقيله ما كاينينش هاد المسؤولين وما كاينينش هاد الناس، يعني من قديم الزمان راك عرفتي قانون اللي كان شي واحد ما عندوش فين يسكن جاي، مثلا هذه ارض جدي مسكين كان غير رجل طيب اللي كيجي يحط ما كيقدرش يقول له شي حاجه، لان ما كانش شي قانون هذيك الساعه اللي غيقول لي لا حيد لا كذا، لا ماشي بحال دابا كاين القانون، ديك الساعه ما كانش قوانين، هادوك الناس ماتوا الله يرحمهم. واخا استاذ دابا شنو هو الاجراء اللي مشيتوا فيه بعد ما لقيتوا هذا المشكل هذا ديال انهم غادي يستوليو لكم على الارض ديالكم؟ الاجراء اللي مشيت فيه انني مشيت كنتواصل معاهم، ما بغاوش يتواصلوا معايا رغم انهم هما اللي خاصهم يجيو يتواصلوا معايا، ما بغاوش يتواصلوا معايا، مشيت لهم مره وجوج. ما بغاوش يتواصلوا معاك يعني هما؟ يعني ما عرفتش، ملي كنجي نهضر معاك كنقول سيري عند المسؤول شوفي مع المسؤول، كيفاش غنمشي نشوف مع المسؤول؟ بل انهم ما بغاوش يتواصلوا. شنو الاجراء اللي غديري اخر عاوتاني من بعد؟ الاجراء هو انا غنطالب المسؤولين ونطالب وجلاله الملك نصره الله كناشدوا بان نشوفوا هاد الناس اشنو علاش بغاو يدوا لنا من الارض ديالنا. مناشده غير كافيه. علاش؟ انتم الورثه عندنا الوثائق الرسميه. ترفعوا دعوه ضد ممكن انني تواصل تواصلت معاهم، الا ما بغاوش التواصل معنا راه من حقي راه حتى المسؤولين من حقي انني نرفع عليهم دعوه. ترامي هذا ترامي على وكاينين ماشي غير هما، راه هاد المشكل هذا راه كاين بزاف الناس ديال العقار كيعانيو من هاد المشكل هذا. الارض الهي الفوق الهيها حبسوهم شي ناس الفوق باش ما يدوزوش، جاو عندنا حنايا. هادوك املاك مخزنيه هادو؟ هادوك اللي املاك مخزنيه يا ترى، هادي ملك ماشي مخزني، زائد ملك ديالنا، زائد ان بوميا هاد الارض اللي كتسمى بموميا درنا كاع الاجراءات، عرفتي شحال وحنا كنجريو باش طلع تيتر، دخلناها مطلب ودرنا الاجراءات اللازمه، وكان عندنا مشكل في المساحه قديناه، ملي كنمشي كل مره للمحافظه علاش هذيك الارض ما طلعش تيتر، وحنا بحاجه ان ماسا اننا نبيعوها كيوقف علينا الشاري باش نبيعوها حتى حنا وناخذوا، كاين الناس اللي ما عندهمش نستافدوا منها. ملي كنمشي للمحافظه كيقول لك باقا في الرباط، باقا في كذا، باقا في هنا، يعني كل مره كنبقى نطالعها هابطه. هاد الارض
بغيت نعرف شكون اللي جالس على ديك الارض ما طلعش تيتر اصلا. علاش ما طلعش تيتر؟ لان تايا راهم دايزه على هاد الطريق، تايا غدوز على هاد الطريق. الارض اللي قبل منها راه شراوها، والارض اللي عليها حنايا غدوز عليها الطريق، ما بغاش طلع تيتر. ما فهمتش معطلة. دونك هنا كاين شي تلاعب، كاين شي حد كيوريك يعني باش ما طلعش تيتر، يعني ما نبيعهاش اولا ما تجيبليش الثمن. وما فهمتش انا يعني شي حاجه كاينه ماشي هي هذيك. واخا دابا المطلب ديالكم شنو هو استاذ؟ شنو المطلب ديالكم؟ بغينا الحق ديالنا. ما يدير بغينا الحق ديالنا. قال لك ما طاع حق وراءه طالب. الارض ديالنا ما تقاش، كاين حلول. كاين هذه تسمى ما يسمى هاد الارض كلها كتسمى بالخربه. خربه الخربه تابعين. وكاين هذيك بوميه، هذه اللي قلت لك تابعين البراهمه شرقاوه، قبيله بني خلف، مشيخه قبيله زناته اللي كان الشيخ ديالها في القديم هو الجد ديالي. ما تيلقى حرتنا تاع الحرت ما حرتناهاش. ما حرتناهاش راه باقا راكده. يلا كنا جايين نعبروا باغيين يشريو ويجيو عند الوراثه ويبيعوا ليهم. اش يديروا كالشفره؟ راه شفره لا والو. ما تلقى لا لا تلقى بركني يعبروا. جيتهم انا وخويا انا، قلت اللي بغى يعبر ولدي يمشي لبلاده ولا يمشي لداره. الله يرحم والديكم. اه ما كاين راسي. واش باغي فوضى؟ قلت باغي نديروا الفوضى. علاش كتبريو؟ لا ودابا هما يعوموا لينا هنا على البلاد. الحاجه ملي سولتيهم لا حد راسو زاد ما جاوبني ما والو. واخا واخا شفار. قلت الشفارين. قلتها ليه. قلت لك تشفروا. قلت تشفروا في بلادات الناس. ردوا لحنا هذا اللي تبنى ثاني راه في بلادنا ثاني شفروها. مالنا؟ صافي داو لكم بعدا. راه داو لنا هنايا. داو لنا هنايا. اه سير. فين هذه شنو الإقامة؟ اه في الأندلس. أندلس هذاك راه خادو. اي ردوا لنا فيه البلاد وما. عندكم الحجة على هذيك الأرض عندكم. ومشي درت ما بقى تبنات اللي قلتي ليه اسمونو الدراري ما كيجيو يشفروا. باغي نشريو جيو نشريو باش برك تعبر لينا. اش قولي لهم دابا الحاجة انت هاد الناس هادو كيديروا هذا؟ يبعدوا منا من الصداع. هادو باغيين يروحوا الفوضى. سمعتي كيبغيو يشفروا لينا بلادنا. يبعدوا منا. عطونا التيسع. الله يرحم الوالدين. راه شي ما غطيش روح حنايا. واش داخل احنا خلينا راكده دابا كنلقطوا منا حبه ديال الزرع ناكلوهم. راهم خلينا راكده. ما قدرتوش حرتوها؟ ما قدرتش حرتوها. كل نهار كنلقوه يعبر. تيتر ما طلعتش. يلا الان ما خلوناش نحرتو. برك قال لك عبروا فيها. قال لك ماشي مشكل. واش نزيدوا الدار مع الدراري؟ يلا ما دابا الحاجه راه عندي شي طلع 90 عام هذيك. 90 عام وانت عايشه هنا؟ والحمد لله راه بلادي. الناس بلاد بويا وجدي ديال بانا راه وارثه شرعيه. انا هي بنت انا بنت مول البلاد وديال جدودي ونعرف كاع البلادات. اه ما خاصهمش يديروا بحالك الفوضى. عطونا التيسع. الله يرحم الوالدين. يبعدوا منا. بغاو يشريوا مرحبا. ما بغاوش يشريوا بعدهم منا. بغينا ناخذوا الفوضى. انتم جايين تشاوروا معاكم على الشراء والو. اه بقاو نتفاهموا. هادو لا عينا معاهم. قال لك واخا واخا ما كيقول دير والو. ما يشافروناش يدخل البلاد. راح ديال الارض. راح درك البلاد خلينا بلا حرث. وانو دي عطينا ما ناكلوا. ما عندناش ما ناكلوا. هذيك الحرث ناكلوا بيرتقوا وتوير. هاي بقات راكده. يلا سير شوف راه لقينا يعبر فيها. قلت له قلت علاش كتعبر فيها؟ قال لي لا ماشي مشكل. قلت له مشكل. دابا بغيتي الدراري يجي هنا طول لنا مضاربه سير في حالاتك علينا. عطونا التيسع. انا وخويا خويا راه عنده توا 95 ولا 85 ولا 94. يعني انتم قدام هنا وراه بلادنا ارضنا ديالنا ديالنا. ها ديورنا ها ديورنا الفوق كبار. ما عاد تشوف ديورنا.